كل الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات. ربما باختصار فقط، احنا التلقيح هو الخيار الوحيد الذي بقي لدينا لمواجهة هذا الوباء. التلقيح هو الخيار الوحيد الذي بقي لدينا لتعود الحياة إلى حالتها الطبيعية كما كانت عليه. التلقيح هو البوليس التأمين، سي لا بوليس داسيورونس، اللي نقدروا نضمنوا بها أنه ما تتفاقمش الأوضاع أكثر مما هي عليه، خاصة إذا كانت هناك موجات أخرى. وبالتالي أنا أدعو من هذا المنبر ومن خلال المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة كل منتسبي قطاع الشباب والرياضة إلى الانخراط في هذه الحملة الوطنية حتى تعود الحياة كما كانت عليه قبل كوفيد-19. بارك الله فيكم، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا. Merci.